وفي أبين تظاهر العشرات من أهالي مدينة زنجبار للمطالبة بتنفيذ الإجراءات القانونية من قبل نيابة الاستئناف في المحافظة وإرسال ملف قضية الطفل المغدور به ميثاق عبيد الدابية البالغ من العمر 10 أعوام والذي عثر عليه مقتول في منزل المدان في مارس المنصرم إلى فضيلة القاضي قاهر مصطفى النائب العام من أجل المصادقة على الحكم الابتدائي والاستئنافي والذي قضى منطوقه بالإعدام قصاصا وتعزيرا من أجل تحقيق العدالة. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون التظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى يتم تنفيذ حكم القصاص العادل. بالنسبة لهذه الوجوه التي خرجت اليوم المطالبة بدم ميثاق الدابية ابننا وابن زنجبار وقضية رأي عام لم تكن قضية أبناء أو ولي الدم، لكون القضية أخلاقية قبل أن تكون يعني في أي أمور. القتل كان قتل لا يرضى به لله ولا رسوله. نرجو من الجهات المختصة الفصل في الموضوع وتطبيق اللي هو النظم والقوانين على المتهم دون أي تأخير أو لف أو دوران. مطالبنا هو طلب واحد، أن يعدموا هذا الشخص الذي قتل طفل بريء. إيش ذنب هذا الطفل يقتله؟ بأي شيء ذنب يقتله؟ يقتلوا اقتال واغتصاب. نطالب الحكومة أن تقتل هذا الشخص، حرام أن يعيش حتى يوم واحد، يعيش دقيقة واحدة في السجن. ابننا مقتول، أطفالنا في الشوارع، مش حتى هناك تخرج للشوارع، خايفين على أولادنا. يتقوا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الانقصاص في طفلنا ميثاق ولا نقدر نلعب في الشوارع بسبب هذا المتهم الذي نحن السفاح الذي لا يريد أن نقدر نلعب في شارعنا ولا نقدر نلعب مع أطفالنا. ولماذا نحن نطالب بالانقصاص لرفع الملف للمحكمة العليا؟